أبطل خبراء متفجرات في صنعاء عبوة ناسفة وضعت على حافلة تابعة لشعبة التأمين في وزارة الدفاع. أكد مصدر عسكري أنه تم العثور على العبوة في الحافلة أثناء تواجدها في شارع خولان جنوب سوق الرماح بأمانة العاصمة. وقد تم تطويق المنطقة وتفكيك محتويات العبوة وفصل الهاتف الذي كانت مرتبطة به. اتهم رئيس